لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أنه من المشاكل التي يواجهها المسلمون هو التقديس غير المبرر لبعض المصادر والكتب والسير، ولأن هذه الأمور قد سببت بإدخال بعض الأشياء إلى الثقافة الإسلامية واعتبارها قيماً إسلامية، مع أن الدراسة المستفيضة في تلك الكتب أو تلك المصادر قد تسوقنا إلى كشف الخطأ في بعض الأمور وفي بعض المسائل التي طرحتها تلك الكتب. فلذا كان من الواجب علينا أن نجعل ميزاناً للصحيح من السقيم، الميزان الذي ذلك الميزان يميز بين الصحيح وغير الصحيح، بين الغث والسمين. والله عز وجل من البداية لأجل أن لا يقع المسلمون في هذه المشكلة جعل الموازين، كما جعل موازين في التكوين كذلك جعل موازين في التشريع وفيما يتصل بالجوانب الفكرية والسلوكية ومنها الثقافة. وأول تلك الموازين كما ذكرنا هو القرآن الكريم. نحن أي شيء، أي فكرة، أي سلوك إذا أردنا أن يتبين لنا أن هذه الفكرة أو هذا السلوك يتطابق مع الإسلام ومع القيم الدينية، يجب علينا أن نعرض ذلك الشيء وتلك الفكرة وذلك السلوك على القرآن الكريم. ولذا حتى الأئمة عليهم الصلاة والسلام يقولون إذا وصل إليكم كلام من عندنا هذا الكلام اعرضوه على القرآن، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه، وفي رواية أخرى ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط، في رواية أخرى لم نقله، يعني ما عارض كتاب الله لم نقله، لأن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام لا يقولون إلا ما يطابق القرآن الكريم. فإذا كان كلاما منسوبا إليهم معارضا للقرآن الكريم فمعنى ذلك أن هذا الكلام لم يصدر منهم، لم يصدر منهم وإنما نسب إليهم. ففي حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يسأله السائل إذا ورد عليكم حديثان، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. وفي حديث آخر عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، إلى آخر الروايتين. فإذا
كان الميزان هو القرآن الكريم، ينبغي أن نعرض كل شيء وكل فكرة وكل سلوك على القرآن. فإذا وجدنا أن ذلك السلوك أو تلك الفكرة في تعارض مع القرآن الكريم، نكتشف أن هذه الفكرة أو هذا السلوك دخيلان على الثقافة الإسلامية وعلى الفكر الإسلامي وعلى السلوك الإسلامي وليست من الثقافة الإسلامية. كنموذج على ذلك، هناك بعض المرويات عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في شأن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه. من جملة تلك المرويات أن الإمام المهدي حينما يظهر يبقر بطون الحبالة، يعني مجموعة من الناس يعارضون الإمام حسب هذه الرواية المروية، يعارضون الإمام عليه الصلاة والسلام ويلتجئون إلى الروم، فالإمام عليه الصلاة والسلام يسترجعهم من الروم فيقتل الرجال ويبقر بطون الحبالة. زين، عندما تأتي وترى هذه المروية المنسوبة مثلا إلى أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، تأتي وتعرض هذه الرواية على القرآن الكريم، تجد أن القرآن الكريم يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذه الآية تكررت في القرآن مرات متعددة، هذا النص ألا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى بألفاظ متقاربة. زين، الطفل الجنين لا ذنب له إذا أمه لها ذنب، أما الطفل ليس له ذنب، فجريرة الأم لا تحمل على هذا الجنين. زين، فالرواية حينما تقول أن الإمام عليه الصلاة والسلام يبقر بطون الحبالة، نعرض هذه الرواية على القرآن الكريم، هذه الرواية تخالف ما في القرآن، فحينما خالفت ما في القرآن فهذه الرواية يعرض عنها، بل يرمى بها عرض الجدار. وخاصة أنه بعد تحقيق سندي في سند هذه الرواية، أكو رجال، يوجد رجال كذابون، هؤلاء عبر عنهم الرجال الرجاليون، عن أحدهم أكذبوا مثلا البرية، أكذبوا خلق الله. قطع النظر عن السند، النص حينما يعرض على القرآن الكريم نجده معارضا للقرآن الكريم فيعرض عنه. بعد القرآن الكريم يأتي دور السنة والسيرة النبوية الشريفة. السنة والسيرة النبوية الشريفة هي التجسيد العملي للقيم، هي تجسد عملا القيم الإسلامية وتمصدقها بمصداق واضح صحيح وجلي. يعني كثير من الأحيان الأفكار المجردة قد لا يستوعبها الإنسان، قد تكون قابلة للحمل على وجوه مختلفة، ولكن إذا هذه الفكرة تمصدقت بمصداق، تجلت في عمل من الأعمال الذي يعمله الرسول صلى الله عليه وآله، فحينئذ هذه الفكرة تتبلور وتتبين جوانبها وحدودها. يعني حينما نأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله نجد أن القرآن الكريم مثلا يعبر عن رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم مثلا. زين، هذا كلام قد إذا الإنسان رآه بشكل مجرد قد لا يلتفت إلى عمق هذا الكلام وإلى أبعاد هذا الكلام وإلى مصاديق هذا الكلام، إلا إذا شاهد ودرس سيرة الرسول صلى الله عليه وآله. من دراسة سيرة الرسول نكتشف الجزئيات والمصاديق الأخلاقية التي الرسول صلى الله عليه وآله كان يطبقها، فهي تكون مصداق لحسن خلق الرسول ولعظمة خلق الرسول. طبعا نحن عندنا مشكلة حينما نريد أن نقرأ سيرة الرسول وسنة الرسول صلى الله عليه وآله، وهو أنه اختلط الغث والسمين. الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن وحفظ القرآن إلينا ووصل إلينا القرآن وإلى الأجيال القادمة سيصل القرآن كما أنزله الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وآله. ف
القرآن الله عز وجل تعهد بحفظه من الزيادة والنقيصة، فوصلنا كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله، بعكس الكتب السماوية السابقة التي الله عز وجل لم يتعهد بحفظها، ولذا طرأ عليها الزيادة والنقصان والتحريف. ولكن بالنسبة إلى السنة النبوية الشريفة وبالنسبة إلى نقل سيرة الرسول صلى الله عليه وآله، لا يوجد هذا التعهد من الله عز وجل بأن يصل إلينا فقط الصحيح. هناك كانوا عدة من الوضاعين أو أشخاص أخطأوا فخلطوا الغث والسمين ونسبوه إلى رسول الله، وكان هناك بعض السلطات السياسية الحاكمة على المسلمين، وذلك لأجل الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأجل التنقيص من شأن الرسول، وضعوا أشياء عن لسان الرسول أو نسبوا إلى الرسول أشياء غير صحيحة. وكذلك بعض السلطات السياسية كانت تريد أن تبرر أفعالها، يعني الحاكم يرتكب فعلا قبيحا ثم يريد أن يبرر فعله، ينسب ذلك الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجعل فعله فضيلة باعتباره تابعا للرسول وباعتباره متمثلا بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله ومطبقا لها. فلذا اختلط الغث والسمين في السيرة وفي السنة النبوية الشريفة، وكذلك الأغراض والأهواء أيضا كانت تتدخل في الزيادة والنقيصة. مثلا هناك توجد رواية، هذه الرواية موجودة في بعض الكتب المعتبرة عند بعض المسلمين، أنه الرسول صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي في ذلك المرض ذهب إلى المسجد يصلي، فاتكأ على رجلين، فاتكأ على العباس وعلى رجل آخر. الراوي لا يذكر الرجل الآخر من هو، زين؟ عندما واحد يجرد مختلف الروايات وينظر مختلف الكتب الأخرى يجد أن ذلك الرجل الآخر هو الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ولكن الراوي مثلا عنده مشكلة ويا الإمام عليه الصلاة والسلام، يبغض الإمام أو لأي جهة من الجهات لا يريد أن يذكر فضيلة للإمام، زين، يحذف اسم الإمام مثلا، ورجل آخر اتكى على العباس وعلى رجل آخر. فاختلاط الغث بالسمين سبب أنه نوع من الإرباك، يعني يمكن ينسب شيء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وهو شيء باطل، زين. ونحن حينما نرى أنه منسوب إلى الرسول، والآية الشريفة تقول ما آتاكم الرسول فخذوه، نتمسك بتلك القيمة وهي قيمة باطلة وإنما هي من وضع الوضاعين، فنتصور أن الشيء قيمة ونمارسه سلوكا وهو يضر وهو خلاف ما يريده الله عز وجل. فمن هذا المنطلق كانت ضرورة للتعمق في التاريخ الإسلامي، الدعوات التي تنطلق بأنه نحن لا نتطرق إلى التاريخ الإسلامي ولا نتطرق إلى ما جرى بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نذكر هذه الأمور، لأنها أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. هذه دعوة ليست صحيحة. لماذا هذه الدعوة ليست صحيحة؟ لأنه إذا كانوا رجال مجردين لا يؤثرون في حياتنا الآن، نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا نسأل عما كانوا يفعلون. ولكن إذا كانت تصرفاتهم وسلوكهم وأعمالهم تؤثر في رؤيتنا للإسلام، تؤثر في تشخيصنا الصحيح من السقيم، تؤثر في سلوكنا بحيث أنه نرتكب أعمال باعتبار أنها من التشريع الإسلامي وهي ليست من التشريع الإسلامي، فحينئذ يجب علينا دراسة تلك الشخصيات ودراسة تلك الحقبة من التاريخ. نحن لماذا ندرس في علم الرجال؟ ندرس الأسناد، ندرس أنه هذا الشخص ثقة أو ليس بثقة. لماذا؟ نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، هذا الرجل مات قبل 1200 عام مثلا، قبل 1300 عام، لماذا ندرس حياته حتى نكتشف أنه صادق أو كاذب؟ الجواب لأنه حينما ندرس حياته في علم الرجال ونكتشف أنه صادق أم كاذب، هذا يؤثر في
تلقينا لسنة الرسول صلى الله عليه وآله. إذا هذا الرجل كان صادقا نتمكن من الاعتماد على كلامه وننسب الكلام إلى رسول الله ونمارسه سلوكا ويجب علينا أن نعتمد عليه، ولكن إذا كان كاذبا فإنما نقله يسقط عن الاعتبار ولا نعتقد به ولا نمارسه سلوكا، بل قد يحرم علينا ممارسة ذلك الأمر. فكذلك في دراسة الحقبة التاريخية للإسلام هذا الأمر يتجلى بوضوح، لأنه الدراسة المعمقة لتاريخ الإسلام تكشف لنا أن كثير مما نسب إلى رسول الله باطل. فإذا كان باطلا فهي قيم زائفة لا يمكن أن نتمسك بها ولا يمكن أن نأخذ بها. نمثل فد مثال جزئي، هناك مروية في بعض الروايات والكتب الذي يعتمد عليها طائفة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر على قوم يؤبرون النخل. تعلمون أن النخل فيه ذكر وأنثى، ويجب أن يلقح أن تلقح النخلة الأنثى من المادة الموجودة في النخل أو شجرة النخل الذكر إن صح التعبير، هذا يعبر عنها التأبير. زين، وإذا لم يؤبروا النخل لا تنتج. فرسول الله صلى الله عليه وآله حسب ما نسب إليه في بعض الكتب التي يعتبرها طائفة كبيرة من المسلمين كتب صحاح ويتمسكون بها، زين، الرسول مر بهؤلاء فوجدهم يؤبرون النخل، فقال ما معناه أنه ليش تؤبرون النخل؟ شنو فائدة هذا العمل؟ فهؤلاء باعتبار أن هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله ويعتقدون برسالته تركوا تأبير النخل. وقت الثمر نخيلهم لم تثمر، فجاءوا إلى رسول الله، يا رسول الله أنت مثلا أمرتنا بأن لا نؤبر ولم نؤبر والثمر ما صار. فالرسول صلى الله عليه وآله قال لهم حسب هذا الكلام المنسوب إليه: أنتم أعرف بأمور دنياكم. زين، عندما تأخذ هذا الكلام أنتم أعرف بأمور دنياكم يعني أعرف مني، معنى ذلك أنه تخرج سنة الرسول وتخرج كلام الرسول صلى الله عليه وآله من الحجية في الأمور الدنيوية وتحصره بالأمور الأخروية. نفس الكلمة اللي النصارى يقولونها: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ونتيجة ذلك أنه نقول بانفصال السياسة عن الدين، ونقول أن السياسة في واد والدين في واد آخر نتيجة هذه الرواية المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فأنت عندما تقدس كتابا وتعتبر كل ما فيه صحيح بدون دراسة للسند وبدون دراسة لما يكتنف الأمر من حقائق لاكتشاف الصدق من الكذب، معنى ذلك أنه أنت تتمسك بشيء الذي يبشر به الآن العلمانيون والغربيون بأنه مجال الدين أصلا منفصل عن السياسة. عندما تريد تنظم حياة الناس تترك الدين جانبا، لا عليك بالدين، وإنما عليك بأن تنظر إلى مصلحة الناس إن طابق الشرع أو لم يطابق الشرع. هذا اللي الغربيون يعملون به في بلدانهم، والآن كثير من المسلمين أيضا يطالبون به، يمكن أن يستدلون بهذه الرواية. زين، مع أن الإسلام دين متكامل يشمل كل أبعاد الحياة كما ذكرنا في ليالي سابقة، إخراج الدين عن حياة الناس وجعله مجرد طقوس فقط عبادات شخصية هذا معناه إفراغ الدين الإسلامي من محتواه، وجعله جسدا بلا روح مجرد طقوس خارجة عن الحياة. فبناء على ذلك التقديس غير الموضوعي سبب أنه لا تكون هناك رؤية واضحة لاكتشاف الغث من السمين. إضافة إلى ذلك أنه كثير من الأحيان هناك اجتهادات شخصية لبعض الأشخاص دخلت بعنوان تشريعات، وهذه التشريعات أصبحت بحيث أنه الناس اللاحقون يعتبرونها قيم، يعتبرونها قيما يجب التمسك بها، مع أنها بالأساس لا هي قرآن
ولا هي كلام الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما مجرد اجتهادات شخصية من بعض الأشخاص. فعندما أنت لما تدرس التاريخ ما تكتشف أن هذه من اجتهادات بعض الأشخاص وهي ليست تمثل نصا دينيا من القرآن الكريم أو من كلام الرسول صلى الله عليه وآله. بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله جعل لنا ميزانا ثالثا، يعني الميزان الأول هو القرآن الكريم، الميزان الثاني سنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله. بعد القرآن والرسول صلى الله عليه وآله، الرسول بأمر من الله عز وجل جعل أهل البيت ميزانا ثالثا، لأنه قبل وفاته قال: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، سواء ضلال ديني أو ضلال دنيوي أو مطلق أنواع الضلال، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي حديث آخر أن رسول الله عز وجل جمع بين سبابتيه كهاتين لا كهاتين، لأنه السبابة والوسطى، الوسطى أطول من السبابة، فالكتاب وأهل البيت كهاتين سبابتين متساويتان، ليس أحدهما أطول من الآخر، بمعنى أنه أفعال الأئمة وأقوالهم متطابقة 100% مع القرآن الكريم، ليس هناك عدم تطابق بين الوسطى والسبابة، يوجد هناك عدم تطابق ولو في بضعة مليمترات، أما بين السبابتين يوجد تطابق كامل. فهذا الميزان الثالث أيضا يجب علينا أن ندرسه بدقة ونرجع عليه كثير من الأمور الذي يمكن أن لا نتمكن من فهم القرآن الكريم لاستفادة تلك الأمور، لأن فهمنا قاصر. ذكرنا أن كل شيء موجود في القرآن، ولكن كثير من الأحيان فهمنا قاصر، لا نتمكن. نراجع الرسول صلى الله عليه وآله في تفسير آية من القرآن الكريم، وسيرة الرسول تكون مفسرة للقرآن الكريم. كثير من الأحيان أيضا سنة الرسول أو سيرة الرسول لم تصلنا، نراجع إلى الميزان الثالث وهو أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وسيدهم الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، والفترة اللي عاشها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانت فترة قلقة جدا وفترة فتن. فلذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عالج هذه الفتن وهذا القلق بمعالجة دقيقة صحيحة إلهية حسب كلام الرسول صلى الله عليه وآله. فنحن يمكن لنا، مو فقط يمكن لنا بل يجب علينا، أن ننظر إلى تلك السيرة لكي في أوقات القلق وفي المشاكل وفي ما يعرض لنا من موضوعات مستجدة نواجه بها من قبل أعداء المسلمين أو من قبل بعض المسلمين، نستوحي من تلك السيرة قيما ونكتشف عبرها القيم الإسلامية. مثلا الآن نحن في وقت تعيش الأمة الإسلامية في هذا الوقت قلقا كبيرا، وهناك حركات متطرفة وهناك إرهاب مستشري. زين، هذه الحالة شبيهها حدثت في زمان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الخوارج، يعني هؤلاء المتطرفون الآن كالخوارج في ذلك الوقت، نظرة سطحية من الدين وعمل عنيف وقاتل وما إلى ذلك من أمور. نرى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ماذا تصرف مع هؤلاء الخوارج، نحن نجعله أيضا ميزانا على ضوء كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسيرته للتعامل مع هؤلاء المتطرفين. نجد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أولا اهتم بمجال تثقيف وتربية أصحابه، الشبه التي أثيرت ثانيا جاوبها واحدا واحدا، الأجواء المناسبة صنعها لأجل وأد هذه الفتنة. ثم بعد ذلك هؤلاء كانوا يأتون إلى المسجد، الإمام عليه الصلاة والسلام لم يقطع عطاءهم من بيت المال، لم يمنعهم من المشاركة في المسجد، لم يمنعهم حتى من إبداء رأيهم، حتى إذا كان رأيا عنيفا كانوا يأتون للمسجد ويبدون آراء عنيفة تجاه الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام كان يغض الطرف عنهم، حتى أحدهم قال الإمام عليه الصلاة والسلام: قاتله الله من كافر ما أفقهه في المسجد، قاتله الله من كافر ما أفقهه.
فالأصحاب أرادوا أن يثوروا عليه ويقتلوها. الإمام قال سب بسب أو عفو عن ذنب، ونحن أولى بالعفو. يعني هذا كلام المقصود الإمام، نحن أولى بالعفو. فذلك التعامل. ثم لما جردوا السلاح وحاربوا الإمام عليه الصلاة والسلام وأثاروا الفتنة وقتلوا بعض الناس وقطعوا الطريق، الإمام ذهب إليهم، كانوا 12,000 إنسانا، وقبل أن يبدأهم بالقتال أذهب إليهم ابن عباس. ابن عباس ذهب وحاججهم وتكلم معهم، فحينما حاججهم وتكلم معهم، والإمام علم كيفية المحاجة أيضا، 12,000 واحد كانوا، 8,000 واحد منهم رجعوا، بقي 4,000 واحد معاند، وهم بدأوا بالقتال. فالإمام دافع ووقعت واقعة النهروان. فنرى أنه الآن متطرفين عندنا يمارسون نفس الممارسات التي الخوارج كانت تمارسها. شوف فعل الإمام وكلام الإمام، طريقة تعامله يكون ميزان في طريقة تعاملنا مع هؤلاء، يعني نكتشف القيم الإلهية اللي تمثلت في فعل الإمام عليه الصلاة والسلام ثم نطبقها في الحال الحاضر. نختم الكلام بتلخيص لما ذكرناه في هذه الليلة والليلة الماضية، أنه هناك عناصر دخيلة دخلت في فكر بعض المسلمين، تصوروها ثقافة إسلامية وتحولت إلى سلوك عملي. نحن يجب علينا أن نجعل القرآن الميزان الأول والأصلي، فكل فعل وكل فكرة طابقت القرآن فهي مقبولة، وإلا فهي مرفوضة، يضرب بها عرض الجدار، حتى إذا كان قائلها إنسانا مثلا يعتبر مقدس عند بعض المسلمين. ثانيا، سنة الرسول وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن بحاجة إلى تشخيص الغث من السمين. والنقطة الثالثة أيضا سيرة الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وخاصة الإمام علي بن أبي طالب وكلامهم، هذا أيضا ميزان يكشف لنا القيم الإلهية ويكشف لنا كلام الرسول صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: كلامي حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث رسول الله كلام الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات، تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات.